مساء الخير. البوصلة أول حلقات الأسبوع. اللي متابعنا احنا وقفنا الأسبوع اللي فات في لحظة كاشفة بين التيار الإصلاحي وبين المؤسسة الرسمية، رغم أن السبب اللي بتكلم عليه كان بيان كويس جدا ومحمود إليهم والناس كلها شكرت فيه والتيار الإصلاحي كمان شكر فيه، لكن الفكرة أنه بين العوار في المسألة الدائرة بقالها 7 سنوات بين التيار الإصلاحي وبين الأزهر وبين كتب التراث. ليه؟ أنا قلت في الأسبوع اللي فات وشرحت، هم لو بس يخطوا خطوة يقولوا الكتب دي محتاجة مراجعة، بس موضوع بسيط، لكن أنا ما ينفعش يطلع بيان وبيان كويس جدا بس النهاردة واسيب للناس ذهنية 1400 سنة مبنية مش بس على فقه الفقهاء اللي لسه ناقص جزء أنا قلت لكم هسمعكم فيه العجب، لا، مبنية على أحاديث انتسبت للرسول زورا وبهتانا، هي أسست للذهنية دي، أسست أن كل الشيء ده عورة، وأن تخرج زي ما قلت لكم الأسبوع اللي فات الحديث اللي موجود في ما سموه صحيح مسلم، أنه تخرج يعني تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، شيطان المرأة بالعموم. وأنا قلت لكم الأسبوع اللي فات الرسول أبو البنات يعني، وبعدين الحديث الثاني يستشفها الشيطان وقعر بيتها أولى بها، حديث ثالث المرأة عورة، كله واجه يعني ما طلعش بيان، واجه الكتب دي معانا لأن هو ده العوار اللي هنبينه كل مرة، رغم أن فكرة مجرد عرض ما الذي في التراث احنا قلنا في أول البرنامج البوصلة من أول يناير اللي فات إن احنا انتهينا منها، يعني أنا مش هفضل أقول لكم التراث، بالعكس أنا هقدم لكم اللي عندنا، هنتكلم بقى عن توبكس، عن موضوعات، عن 1000 مليون شيء حير الناس، بالعكس ودهم لحافة الدين، يعني ممكن يطلعوا برا، يعني المواضيع اللي عندنا ان هي تتعمل تقدم فكر جديد، مش ان احنا نشيل القديم كده كده، مش هقول لكم تشال، لكن ما بقاش بهذه القيمة الجامدة الصامدة الرهيبة الهرمية اللي كانت قبل موجة الإصلاح اللي بدأت معانا في 2012، ده ما بقاش خلاص، وعلى الناس الأصدقاء والمحترمين وأساتذتنا اللي في المؤسسة الرسمية أن يعوا ذلك، لم يعد هناك ممكنا أنك تفضل تقول هؤلاء الأئمة العظماء اللي ما بيغلطوش، هم عظماء وأئمة بس بيغلطوا، وده طبع البشر أنهم أنتجوا هذه الأفكار اللي في كل المناحي من الدم لأقل حاجة أبسط شيء حقوق غير المسلم، حقوق أشياء خيالية لا يمكن أن نصدقها أن ده يوافق ما في القرآن. وأنا قلت لكم الأسبوع اللي فات آدي القرآن هو بيتكلم عن المرأة، بيتكلم أن هي مش فتنة، بيتكلم عن لو تم الطمع فيها، قال فيطمع الذي في قلبه مرض، ما قالش عليها هي حاجة، حاجات كتير، النص حاجة وما يلاحق حاجة، حتى ما يسمى أحاديث كلها صحيحة من جمع البشر، طبعا جمع البشر يجب أن يدخله الخطأ، ووريتكم حديث الأسبوع اللي فات صادم وده واحد من كتير موجود في ما يسمى أو ما سموه صحيح مسلم، وده لا يمكن أن يمت للرسول بصلة. وإحنا لينا بقى كمان مش الواقعة، ممكن نناقشها على أطول، النصيحة بقى في الآخر اللي هي مستحيل أن يقولها رسول الله على نصف أمته، نصف الأمة نساء وهو أبو البنات وحاجة كتير قوي، وربنا يرسل رسول يعني هذه المرأة إنسان، فيقول المرأة بالعموم ما عملتش أي حاجة غلط، ست معدية تقبل في صورة الشيطان، مين يقول كده؟ فاضل بقى حاجة لطيفة بكمالة أن أنا قلت لكم الأسبوع اللي فات برضو آراء التراثيين والسلف يعني في مسألة فتنة النساء، وشفتوا أنتوا ما أقدرش أبص لها، ما أقدرش أشمها، وأشم جيفة أحسن، وما أقدرش أزحمها في حتة، وما أقدرش عليها، ما أقدرش أقف جنبها، إحنا يعني ما أعرفش ده إيه، والله ما أعرفش ده إيه، وإزاي تصدر على إنه فكر ديني. ماشي، فقلت لكم ساعتها إنه مش بس التحرش، يعني أنت لو كلمت شيخ، ما هو أنت أنت برامج الفتاوى اللي هي بالمناسبة يعني شغالة وربنا يوما ما لما نخلص كمجتمع من الفتوى ان شاء الله نتقدم كتير قوي، ان انت تسال في كل حاجه في الدين، ده ما حصلتش في الدنيا، مفيش مجتمع في الكون في التاريخ في العالم اللي عايشين فيه 7 مليار بيعمل كده طول النهار، قالوا حرام حلال، مستحيل، ده اكبر من تصور، يعني دي ازمه نبقى نناقشها بعدين، ازمه فكره سيطره فكره الفتوى، انا لازم افتي، لازم استفتي، لازم اسال، لازم حرام حلال طول النهار، يا جماعة مش كده الدين هدفه أبدا،
الدين كان هدفه الأساسي يعني في القرآن اللي بنشوفه قيم عليا وعبادات ومحرمات عليك، وهم قليلين للغاية على فكرة يعني. سيبكم من كل التحريم اللي لاحق بعده، وهو ربنا قال في القرآن إن لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، على مزاجك بقى بعد كده الكذب. ها، فهو قال سأتلو عليكم ما حرم، يعني خلاص التحريم في القرآن فقط. لكن دي موضوع يطول شرحها، خلينا في اللي احنا فيه. نفترض ان واحد مش بقى اتحرش بواحده، لا لفظيا لمسها حتى، التحرش يودي يعني دي جريمه كبرى في المدن العظيمه والبلاد الكبرى الحقيقيه التي عرفت الحقوق، دي جريمه لا نظير لها ومحرمه في كل حته الا عندنا في بلادنا العربيه يعني. نفترض ان واحد على الفقه القديم اللي بيدرس في الازهر الاربع مذاهب اجماع يا فندم، اللي هتسمعه بعد شويه ده اجماع، فمش واحد بقى اتحرش بواحده هي بقى الداعيه هو الداعي مش فارقه، لا ده واحد آثم ومجرم ومجموعه معاه اغتصب واحده، هي بقى داعيه غير داعيه لابسه كويس لابسه وحش، المهم ان وقعت الواقعه تم اغتصاب واحده من واحد. طيب بس عايز اقول لكم حاجه مهمه، يعني المفترض في الفقه القديم ليه مشكلتنا معاه؟ ليه لما يقول لك نحو فقه جديد نحو فقه، لان مفيش حاجه هتتغير، لان الاصول اللي اتبنى عليها هم ما بيخالفوهاش. هو بيقول لك ايه يعني دايما مشهوره قوي الحكايه دي، يقول لك ده الشيخ ده متنور ليه يا باشا، يقول لك ده بيقول بنوك حلال، اقصى حاجه بيقعدوا يعني يهوموا حواليها البنوك حلال، التلفزيون حلال، الحاجات اللي هي انتهت من السؤال اصلا. لكن هل الاساسيات ممكن نجددها؟ ممكن نقول هذا الفقه لم يعد صالحا لزماننا فهو ابن زمان. وحتى عشان اكون صادق، وانتوا عارفيني ما بهدنش ابدا، لكن بس ايه اسلوب التعبير هو الاهم، حتى في زمانه انا ارى انه لم يكن صالحا، لان هذا لا يوافق النص الذي اعرف انه نص الاسلام الاوحد القران، ما اعرفش غيره. فانا مش شايف انه، وهتشوفوا دلوقتي ما فيش علاقه. القرآن أساسات الدين، خمس أساسات الدين اسمه حفظ النفس، وتاني واحدة حفظ العرض، ده أساسات الدين. جابها منين الأساسات أو جات منين؟ بتوع علماء الأصول، علماء الأصول غير علماء الفقه بالمناسبة يعني. أصول الفقه إزاي نبني الفكرة هرميا ونطلع منها نتيجة غير الفقه، غير الفقهاء الأربعة ومذاهبهم أو مدارسهم يعني. برضو مش ده الموضوع. الأصوليين زمان وهم كانوا منهم بعضهم يعني حقيقة منصفين للغاية، قالوا إن الخمس ضرورات يعني الخمس حاجات اللي جاي يحفظها الدين، النفس والمال والعرض، يعني الحياة نفسها تحفظ ثم العرض ثم المال ثم حفظ الدين نفسه. فحفظ العرض جه منين؟ القرآن مليء بصيانة مسألة المرأة، مش إنه زي ما هم حولوها في نظركم إن هو يجبرها هي على التضييق عليها وان هي تقر في بيتها وان هي تخرج في سوره شيطان والكلام ده، لا لا العكس، ان هي ليها صيانه. انما حتى موضوع الميراث، بس عايز اقول لكم معلومه بسيطه، الميراث كان زيرو، يعني هو مش مثلا كانوا قد بعض في هذا المجتمع وجي القران قال لها لا انت النص، ده ما كانش فيه خالص، زيرو. المراه تورث تعمل ايه؟ دي لا بتحارب ولا بتجاهد ولا بتخلف ولا بتزب عن الصغور ولا مع القبيله في اي حاجه، ما هو النظام القبلي. خلي بالكم ان ده فرق كبير جدا، ان ينزل نص على نظام قبلي، هنناقش ده بكره. طيب هو رفع من الزيرو لاي درجه بقى هنناقشها بعدين، ثابته ولا متحركه ولا فيها اجتهاد، المهم انه رفع من الزيرو درجه انه قال لهم في الايات نصيبا مفروضا، لانه عارف هو بيكلم مين، بيقول لهم لو اوعوا لانه ما كانش فيه حاجه خالص تماما. فانت بتكلم قران حب يرفع كل المقامات التي كانت غير موجوده. فك رقبة دي كلمة بيقولها على يوم القيامة، يعني اللي يعديكم القيامة فك رقبة، إذن هو عايز يقول لهم اعتقوا الرقاب دي كلهم، أنا مش عايز ده. لكن هم طبعا معتبرينهم ثروات وحاجات كده، وصعب جدا تقول له بطل خمرة واعتق العبيد وما تعشرش الأمة بتاعتك وهي زوجة واحدة وتبوظ خالص. فأنت بتكلم مجتمع بطبيعته، لكن هل المجتمع ده لازم ينتقل معانا لقدام؟ دي المشكلة، ودي مشكلة طويلة ممكن بعد كده تبقى حلقات لوحدها. المهم، فنفترض ان الفقهاء هو ده فهمهم، او هم المفروض بيقروا النص كده، ما هو الفقيه يعني فاهم، فقه يعني فاهم.
فبيقرا النص كده ويقعد يستنبط وبتاع وكلام كبير ويقول لهم الحكم اللي هو في نظره سموه خطأ الشرعي هو اسمه الحكم الفقهي. تمام. يعني انا لما اسالك سؤال عشان ما حدش يقول لك ده ابن زمانه ده خطأ بيضحكوا بيه علينا. طيب ابن زمانه ده يعني الفقهاء الاربعه ده الكل زمان بقى خلاص ده قال لك اجماع الامه هم بيسموها كده. طيب يعني لازم هم يكونوا قبل ما يسالوا يجاوبوا على السؤال قروا القران وقروا الاحاديث الصحيحه وطلعوا الحكم. ماذا لو؟ لو دي بقى ما كانتش حصلت ايام الرسول. بس الاصل فيا ايه كواحد مفروض بيسال وبعدين صاحب مذهب بقى وكلام كبير ان انا ابص كويس واتملى يعني وبرويه وهدوء وحكمه في القران في النص في مقاصده العليا في روحه الساميه واطلع النتيجه لو مش لاقيها. يعني لازم تتوافق بشكل ما مع النص ده اقل واجب. فتعالوا بعد الفصل بعد دقايق نسال لما تسال الفقهاء الاربعه في وقائع كثيره حصلت ايامها رجل اغتصب مش تحرش بامراه اللي هم المفروض اجابتهم دي بتعبر عن الاسلام انذاك ولحد دلوقتي. هتشوفوا الاجابه. نطلع فاصل ده وارجع لكم.